غير أن تزامن مأموريتنا مع صدور القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر سنة 2020 الذي سن الشراكة بين الهيئة الوطنية للمحامين والسلطات القضائية، تلك الشراكة التي تشكل مكسباً حقيقياً قدمه المشرع الموريتاني للهيئة الوطنية للمحامين ليؤسس علاقة قوية ما بين القاضي والمحامي. وهذا القانون وعملاً به بادرنا إلى إعداد واعتماد النظام الداخلي للمهنة والمنظومة الأخلاقية لها، وبذلنا كل الجهود من أجل ترسيخ إلزامية المحامي أمام المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا والمجلس الدستوري ولجان الصفقات وهيئات الوساطة والتحكيم والضبطية القضائية